ما عندكمش فكره على فريق مرناتا اللي باش تلعبوا معاه؟ والله ظالي حسب الجاليه اللي هنا موجوده في توغو، قالوا لي هي تو محتله المرتبه الاولى وظالي هزت عمنا الشامبيون. لكن هذا ما يعنيش اللي نحن ما كناش محضرين لقاء كيميز. ممكن هذا الشوط الاول عملناه في لومي، ان شاء الله مازال الشوط الثاني، مازال كل شيء وارد. ظهرلي كما تعرفوا ليكيب هذه متحصله عندنا على الشامبيون، ما كانت عندنا حتى معلومه عليها، كنا متخوفين منها بعض الشيء، لكن كي هبطنا على ارضيه المدين كانت حقيقه اخرى. برشا خدمة، الواحد ديما يقول ما عمل شيء باش يحاول يحسن والفيز لي زوبجيكتيف نتاعو باش البروغريس ويخدم خير ان شاء الله. جلال، باش تنصح في امين توا؟ امين شو باش ننصحو؟ ننصحو بالتركيز ويتعود على الملعب من توا كابتن التيران، ويشوف شنو ما فماشي، واكثر شيء تركيز، تركيز مقابل. أول فرصة سانحة لفريق المدرب بيرتران مارشان، تمهيد دقيق من جيلسون للشرميتي، هفوت الحارس أبو بكر الشريف على المهاجم الدولي للنجم الساحلي، مطالبة فريق جوهرة الساحل بضربة جزاء، والحكم كومان كوليبالي أمر بمواصلة اللعب. اللي يلعب في قلب الهجوم. الهدف الأساسي للنجم اللي متعملين عليه كثير هو شرميتي، اللاعب الشاب المتألق السنة الفارطة ومتألق السنة هذه بنجاحه في مخص الاندفاع أو يتحرك، ولكن في مخص الأهداف حتى الآن عرف نوع من المشاكل. عندي ثقة في شرميتي، مادامه حماسي، مادامه يتحرك، مادامه يجتهد فوق الملعب لازم يوجد الحل. ننتظر شرميتي ان شاء الله غدوه باش يقدم مقابله كبيره، وان شاء الله يكون الحظ حليفه ويماركي ان شاء الله. شرميتي ما ننساوش شرميتي هو لاعب كبير برشا ولاعب واعر برشا ومازال صغير. هذه فرصه كما قلت انت من اعز الفرص اللي باش الواحد يرجع للجمهور هذا ان شاء الله. ربع ساعة لعب، النجم بدا اللقاء بحذر ثم تحصل على مخالفة، مهدي مرياح نفذ، أمين الشرميتي موجود في القائم الثاني، سدد كورة رأسية غارت الحارس أبو بكر الشريف، سجل صالح مع الشباك بعد ما صام على التهديف على امتداد 6 لقاءات، وأعطى الأسبقية للنجم 1-0. الفرحة على المدارج أكبر من أن توصف. أجبر شرميتي الحارس مبكر الشريف على الاكتفاء بالفرجة. سيناريو الهدف، محمد علي نفخة نفذ مخالفة في القائم الثاني، الشرميتي يعود بقوة يصر على التهديف، يسدد كرة رأسية ويسجل الهدف الثالث النجم والثاني ليه. الشرميتي يكشف طريق الدور النهائي.
78 دقيقة في المباراة. نحب نشكر معناها كل اللي أحاطوا بيا، الناس اللي وقفت معايا ممكن في فترة الفراغ اللي مريت بها. إن شاء الله إن شاء الله نوعدهم اللي أمين مش هرجع على المستوى نتاعو. هذه ممكن البداية والقادم أفضل إن شاء الله. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. أظن مش متعنا كما يلزم، والواحد مش باش يبخل حتى بقطرة عرق باش يكون في قيمة النجم هذا الساحلي وفي قيمة الحدث هذايا، في المسؤولية اللي عطيها لنا العباد الكل وعطيها فينا العزيمة باش إن شاء الله ننتصروا بها الكل. الصحافة المصرية الكل تكلم عليك أنت جماهير، تحط عليك معناتها يمكن بريسيون أكثر ولا ما تقراش حكاية هذيك؟ لا والله إيش نقول لك، ما نتبعش الأمور هذه، نعرف حاجة برك الواحد يحضر ماتشوكم من الفوق وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله نكونوا في قمة الحدث. وكيف رأي اللي يقول لقاء ذايب شو المواجهة بين بوتريكا وشرميتي وأنا متلاش؟ لا لا، الأمور هذه حكاية فارغة، كل مباراة عندها حقيقتها، والمباراة هي 90 دقيقة فيها برشا مفاجآت وإن شاء الله باش نعملوا مفاجأة. يمشي الانطلاق، العب له شربيتي، شربيتي خلص 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 خلص. كم انت كبير يا ابن الخضراء، كم انت كبير يا ابن الخضراء. 2-1 السوبر تونسي كما نطقتها وقلتها في اذاعه الجوهره التونسيه، قلت السوبر تونسي. الف مبروك علينا، ما ينقص شيء للاهلي، ما ينقص شيء من الاهلي، لكن اليوم نجمه الساحل كانت افضل، النجم التونسي كان اقوى. 2-1 هنا في قلب القاهره، فعلتها ايها الساحر، فعلتها ايها الساحر. النادي الصفاقسي
خسر في البنزرتي ومشى وربح المريخ. النجم الساحلي خسر من الملعب التونسي وجا وربح الشامبيونز ليغ. اذا نخسروا ديما في بطولتنا، اخسروا ديما في بطولتنا باش تربحوا وتنورونا في افريقيا. الشرميتي الشرميتي الشرميتي، بالفرنسي قالوا بوت، بالايطالي قالوا راتي، بالاسبانية قالوا جولاثو، بالانجلش قالوا جول، وبلهجة التي اعتزوا بها بونتو بونتو بونتو. مش ممكن الزمالك معنا ده، يجيبوا الزمالك، هيجي يلعب في الزمالك، هيجي يلعب في الزمالك. يلا يلا خلاص. سين مصر خطوة من البريشور، احنا جايين خطوة رامش، خطوة رامش مبارك. حصلت على جائزة أفضل لاعب في الشامبيونز ليغ ولا؟ باهي غالي أفونتاج ليا، وإن شاء الله إن شاء الله هذه الحاجة باهية باش تعاوني باش نقدم القدام إن شاء الله. ربي وفقنا، التعب نتاعنا مشاش هكاكا. ان شاء الله نكونوا في معناها نشرفوا تونس سيرتو في اليابان، وربي وفقنا ان شاء الله.